تعبان. ارجع ارجع كمان. ارجع فين؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده اتزحلق في عصر الفراعنه. الزمن ده مش زمن، رحلتك عبر الازمنه هي اللي هتريحك. ورحله عبر الازمنه دي اركب لها ايه؟ اركب لها ساعه حيطه مثلا؟ لا، قانون الاستغناء والترفع عن كل ما هو حديث. ما حضرتك انا مترفع عن كل ما هو حديث لدرجه حضرتك ان انا بشرب الشاي على الفحم وبقعد استنى المعزه لما تحن عليا وتديني بقين لبن، وفي النهايه بتطلع جدي مش معزه. اترك عصر المعزه والفحمه ورجع بالزمن خطوتين لورا. طب الخطوتين اللي هرجعهم يمين ولا شمال؟ عشان حضرتك وانا راجع تهت في الطريق. تبقى مش شايف. ايوه طبعا مش شايف، اذا كان حضرتك راجع بظهري ولا في مرايه ولا فيه باب. عصر الحجر، عصر الرجل القوي المتين اللي صيحته كانت تهز نساء العالم. ايوه انا عايز العصر ابو صيحه اللي بتهز نساء العالم ده. حضرتك ايه ادواته بقى العصر ده؟ عندي وحدهالك بتخفيض يناسب العصر بتاعها. ايوه كده يا عم راجعي. ايوه رجعني بقى، رجعني رجعني. ما تقلقش، المشوار ده انا مشيته قبلك وانت هتكمل المسيره. قصدك بقى هرجع المسيره. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دول ايه ده؟ ايه اللي انت بتخبيه ورا ظهرك ده يا رمزي؟ لا مفيش حاجه دول، والله مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ ما انا شفت يالا اللي في ايدك التانية. لا دي مفيش اهو. يالا الجواب اللي في ايدك ده جواب ايه ده يا؟ ما تحرجنيش بقى دولة بقى. ايه يالا بتبع جوابات غربية يا ده رمزي؟ لا يا دولة استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو فيها ايه يعني؟ هو غلط ان انت تحب يعني؟ جواب ايه ده؟ لا يا دولة هو غلط لو انا يعني حبيته ما قلتلكش، انت اول واحد تعرف يا دولة. امال ايه يعني الجواب اللي في ايدك ده؟ يا دولة يعني الجواب ده يا سيدي بتاع اللي هو المسابقات بتوع اليومين دولت كده، فانا بحل وببعت يعني. مسابقات؟ بتبعت لمسابقات يا ده رمزي؟ ده من زمان قوي قوي يا دولة، ده من ايام بمبم. ومن ايامها بقى ما كسبتش لغايه دلوقتي. تخيل يا دولة، مش عارف انا ايه الانتهاض اللي بينتهضوا لي ده اهو. طيب ومين اللي بيحل لك بقى المسابقات دي يا رمزي؟ طبعا انا يا دولة. ما بتستعينش باي حد يعني؟ خالص. وعشان كده ولا مره كسبت. طب ونفسك يعني تكسب كام يعني يا رمزي؟ مليون جنيه. مليون جنيه؟ طب ولو كسبت المليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ شوف بقى يا سيدي، اول حاجه هعملها ان شاء الله هقوم شاري بازار زي البازار بتاعك ده بالظبط. بازار زي البازار بتاعي؟ وايه كمان؟ واشتري كمان يا دوله بيت زي البيت بتاعك بالظبط، عشان بقى بطل نوم البازار ده اهو. وكمان بيت زي بيتي. وايه كمان؟ وعربيه، عربيه تكون شبه عربيتك وزي عربيتك دي بالظبط بالظبط يا دوله. ومش عايز بقى ام زي امي ولا حما زي حماتي بالظبط برضو؟ لا يا دوله، هي المليون جنيه يعني هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه يا عم؟ رمزي روح على المخزن نظفها. رمزي شوف شغلك يا ابني. ليه دول ما شوف شغلك يا رمزي. حاضر يا دول. بتعمل ايه يا دودي؟ زي ما انت شايفه انا هكون بعمل ايه؟ اصل انت مش عادتك يعني تقرا الجنون قبل ما تنام. بشوف يا ست الاعلانات بتاعت المسابقات. الا قولي لي يا رانيا، انت لو كسبتي مسابقه مثلا وفزت بمليون جنيه تعملي ايه؟ مليون جنيه ايه ده؟ انا لو اشتريت شويه مكياجات على شويه ملابس على شويه جزم كده المليون جنيه هتخلص عادي يعني. يا درجات الحاجات غليت. طب ما تقولي لي يا ماما زود لك المصروف. ايوه بس انت بتسال ايه يا بيبي؟ مفيش، اصل الواد رمزي مقدم يعني عشان يخش مسابقه ونفسه يكسب مليون جنيه، بس الغريب بقى هو بيفكر ازاي وبيحلم بايه. ايه بيحلم يا ستي؟ انه يشتري البازار بتاعي. البازار بتاعك؟ خس علي الواد رمزي ده على فكره بقى، ده عنده تطلعات مستقبليه تصاعديه، راس ماليه، وعنده رؤى مستقبليه كادحه، ولعلمك انا قلقانه منه. ما انا كمان برضو قلقان منه، بس هنعمل ايه بقى؟ يلا تصبح على خير. تصبح على خير. بونوي. سيداتي انساتي، اهلا بكم مره تانيه في برنامجكم المفضل غرائب البني ادمين. معانا مكتشف الحاله استاذ عادل. استاذ عادل، يا ترى حضرتك ازاي اكتشفت اني استاذ رمزي؟ دم الكهرباء. حضرتك يعني حضرتك يعني انا صراحه اكتشفت شويه اكتشافات. اول حاجه بالنسبه لان هو بني ادم، يعني حضرتك احنا من وهو صغير ما كناش بنتعامل معاه ان هو بني ادم، لغايه اما كبر شويه ابتدى يظهر له ايدين ورجلين، فقلنا ايه ده، بني ادم ولا ايه؟ فلقينا ان هو شبه بني ادم يعني. ده اول اكتشاف. وده عن الاكتشاف الاول.
طب ازاي حضرتك اكتشفت انه بني ادم الكهرب؟ حضرتك انت بتغلاي ولا ايه؟ حضرتك يعني هو انا لاحظت عده ملحوظات يعني. زي ايه؟ يعني اول حاجه لقيته مثلا اما بيلاقي تلفزيون بيطبطب عليه، بيلاقي مثلا راديو يعني مثلا بيحضنه بتاع، بيلاقي مايكرويف بيبوسه، وبعدين اما كان بيبقى ماشي معايا في الشارع اول ما يلاقي عمود نور بياخده بالحضن. جميل قوي يا استاذ عادل. طب يا ترى يا استاذ عادل ايه ملاحظات تاني عن استاذ رمزي؟ صراحه يعني انا بلاحظ ان هو حنين، لان بجد اما بيلاقي سلك عريان مثلا وهو ماشي في الشارع بيصعب عليه جدا وبيقعد يعيط وما بينامش غير لو غطى السلك ده. استاذ رمزي مين ايه انت يا غبي؟ انت استاذ رمزي؟ استاذ رمزي يا ترى الكهرباء مسكت فيك وانت صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ما حدش مسك فيا وانا صغير غير الداده اللي ولدتني. داده ولدتك؟ ولدتك ايه؟ في مدرسه اسمها الدايه. الدايه حضرتك يقصد يعني؟ ستوب، انا اسف جدا يا جماعه، شحن الكاميرا خلص. طب وستوب ليه حضرتك؟ هنعمل بريك نشحن الكاميرا وبعدين نكمل. لا لا من غير بريك ولا حاجه، هات لي الشاحن حضرتك. متاكد حضرتك؟ عيب عيب. اتفضل اهو. اتفضل اتفضل. رمزي. نعم دولة. خد يا رمزي. نعم. خد اشحن لي البطاريه دي. عينا يا دولة. شحن سريع بقى. ها سريع يا دولة. حاضر. خلاص يا دولة شحن. شحن. شوف حضرتك بطارياتك كده. فعلا ده فل. اشكرك جدا يا استاذ عادل، انت عندك اختراع هايل. ايوه حضرتك، وانت عندك 50 جنيه ليا حضرتك تمن الشحن. 50 جنيه مش كتير يا استاذ عادل. لا حضرتك مش كتير، ومش انا اللي بقول 50 جنيه. اتفضل لف يا رمزي. اهو ادي العداد اهو 50. يلا اللي بعده. استاذ عادل احنا عايزين رمزي يوم الخميس عشان نورنا فرح في المطريه. فرح في المطريه حضرتك عربون 1500 جنيه. اتفضل. 1500. شكرا. اللي بعده. في ماتش كوره مهم جدا في مركز شباب التبين وعايزين. معروف طبعا، عايزين رمزي عشان ننور لكم الاستاد. تمام. هات 700 جنيه التبين. ايه يا رمزي في ايه يا ده؟ الحالة دولة. في ايه؟ الحالة مش حاسس ان انا فصل. رمزي رمزي ولا ايه ده؟ ده فصل شحن خالص. الشاي بتاعك اهو دولة. دولة هو الكتيب دون بيحكي عن ايه؟ ده رجل المستحيل ده؟ انت اللي رجل المستحيل، لان مستحيل حد يصدق ان حيوان زيك لسه ما انقرضش لغايه دلوقتي. طيب يا دولة يا عم، ده انت تبوس ايدك وش وظهر علشان انك عطرت فيا. انا يا ابني مش عطرت فيك، انا كعبلت فيه. يا دولة يا دولة ما قلتليش الكتاب ده بيرغي في ايه يا دولة؟ ما تمدش ايدك على الكتاب ولا ما تمدش ايدك على الكتاب. الكتاب ده يا سيدي بيرغي في الرومانسيه. طب وده اسمه كلام يا دولة؟ طب ما تتعلم يا عم حاجة تانية تنفعك أحسن يا دولة، يعني تعلم كيف تركب الخيل، كيف تركب الحمير، كيف تركب الجواميس. أنت عايزنا أتعلم أي حاجة تتركب يعني؟ عايز تشغل أنت قرايبك وخلاص. أيوة يا دولة. بص افهمني، خد من أبو الرماميز يا عم. الرومانسية دي يا دولة في الراس مش في الكراس، يعني ما يعني مثلا عندك عنتظة بن شمام. مين؟ عنتظة بن شمام. عنتظة بن شمام؟ لا ده معروف قوي. مال؟ ايوه دول ده ولا كان بيعرف يقرا ولا بيكتب، وبالرغم من ده كله بلا في عقل العبله. العبله عنتظة بن شمام؟ انا قاعد بتكلم معاك ليه؟ بس يا رمزي بس يا رمزي اسكت لو سمحت. يا دولة ما انت مش فاهمني يا دولة بقى، انت ايه يا عم اللي يرميك على الكتب الاباحيه ديا؟ الرومانسيه يا سيدي نمت على الكنبه، لازم اتعلم الرومانسيه وانا اساسا مش مقتنع بيها. طيب هقول لك يا دولة، انت قلد الافلام الغرمانيه يا عم، يعني مثلا عندك فيلم الوساده الباليه. الوساده الايه؟ الباليه. انا افتكرتك قلتها غلط. ماله ده؟ لا سيبك من ده يا عم. بص يعني مثلا ايه فيلم حبيبي نائما. ايه يا ابني الوساده الباليه وحبيبي نائما؟ يخرب بيتك يخرب إيه؟ انت على طول الحب بالنسبه لك كسل ونوم. بس يا رمزي بس يا رمزي انا عارف كويس قوي انا هعطي الطرف الاخر بمشاعر غير اعتياديه تعبر عن ارتباطك الشديد به واستحاله الحياه بدونه. اي كلام اي كلام. افاجئ الطرف الاخر ايه يعني؟ اعمل لها ايه؟ افاجئها ازاي؟ افاجئها ماشي، لو هي دي الرومانسيه افاجئها. ما
ده هبل ده. شفتي بقى ان الرومانسيه هبل؟ عيب يا ماما، انا ما اقولك حاجه، اسمعي كلامي اتفضلي. لا خلينا عادي، روحي اقعدي. فضحتنا ولا فضيحه ولا حاجه، انت اتخضيتي اوفر اصلا. اقعدي اقعدي اقعدي. ايه رايك بقى في المكان الرومانسي الجميل ده؟ رومانسي؟ طب خليهم يوتر مزيك شويه. خليهم يوتر مزيك. خدي بقى، خدي الورده دي تعبيرا مني عن رومانسيتي لديك. دي نخله يا ابني، وبعدين دي صناعي، خليها لك. صناعي؟ من فضلك سيب الورده في حالها وما تجيش جنبها. ليه حضرتك؟ دي ورده صناعي هتدبل يعني؟ طب يا ريت حضرتك الحساب. حسابي احنا لسه ما طلبناش حاجه اصلا. حسابي احاسب على حاجه لسه ما طلبتهاش. خلاص اهدى يا عادل بالراحه، من فضلك ما تفتحناش لو سمحت، احنا مش هنبدا الخناق. حاضر، عشان رومانسيه. حاضر. انا هطلب 2 ليمون كامل حساب لو سمحت. 150 جنيه بس. ايه 150 جنيه عشان 2 ليمون؟ انتوا بتستهبلوا؟ ايه ده؟ خلاص يا عادل خلاص بقى. هو كيلو الليمون بكام اصلا بقى؟ انتوا حراميه. حراميه؟ المكان ده لمستوى معين من الناس، واحنا واضعين نظام هنا لازم تتبعه. يعني في منا متشارج 75 جنيه، واحنا حاطين النظام ده عشان امثالك ما يدخلهوش. عشان امثالي؟ سامع الكلام؟ لا لا لا، ده انت بقى مش هيسكت لكم بقى. اوعي ما تخليش اضربك. اوعي ايدي. اضربها. هتعمل ايه يعني؟ ايه هتعمل ايه؟ ايه اللي هعمل ايه؟ هتتضرب يعني؟ هتتضرب ولا تعرف تعمل حاجه؟ ولا هعرف. طب انا بقى هفرجك شغلك. شغل ايه يا عم؟ وبعدين مش عيب عليك تبقى جايب الحته بتاعتك ومقعدها وعايش في الدور وانت منفق؟ اخس اخس عليك اخس. الحته بتاعتي ايه يا حيوان؟ دي مراتي. مراتك؟ ما كلهم بيقولوا كده في الاول. لا لا لا، ده انت سافل بقى وقليل الادب. رانيا؟ نعم يا حبيبي. حبيبي انا ممكن دلوقتي بمنتهى البساطه اقول لك اتفضلي نامي بره على الكنبه. حقك يا حبيبي والله. انا عارف ان حقي، بس انا هرقف بحالك لان انا جربت النومه بتاعت الكنبه وقفايا ورم، يعني ممكن اخليكي تنامي هنا معايا في الاوضه. ميرسي قوي يا حبيبي، ربنا يخليك لي يا رب كريم. لا 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 لا، لا انت فاهمه غلط، معايا في الاوضه بس مش على السرير، على الارض يا هانم. اتفضلي اتفضلي، مجهز لك حاجتك وادي البطانيه. اتفضلي اتفضلي، مش عايزه رومانسيه، اتفرجي على الرومانسيه يا هانم. هي دي الرومانسيه بقى على اصولها. يا عم خلاص يا عم خلاص خلاص يا عم. رومانسيه رومانسيه، عايزه رومانسيه رومانسيه. طب ما انا ممكن اقول لك يا قلب الليل، يا غرام الافاعي، يا من كنت حبيبتي ذات ليله. ايه خلاص خلاص يا اخي خلاص، زهقتني من الرومانسيه، كرهتني في الرومانسيه، هيغمى عليا من الرومانسيه، كرهتها. بص يا رانيا، في حاجات بيبقى شكلها حلو قوي من بره بس بتبقى كلها كدب، وفي حاجات شكلها ما بيبقاش قوي بس بيبقى اصلها صدق. انا مش قلنا خلاص؟ قلنا خلاص ولا قلناش خلاص؟ قلنا ولا ما قلناش؟ قلنا. نامي نامي على الارض، نامي، جربي الرومانسيه. انت كمان هتقولي لي وصوابع وبتاع؟ ماشي نامي اتفضلي. يلا اصبع على خير، هي رومانسية اهو، عشان ما تقوليش حرمك من حاجة يا هانم. بصي انا ممكن انسى الرومانسية واقلب اكشن ومرماطي. الحالة دولة أمي بعتت لي التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وانت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة، أنا بعيط بسبب التليفاكس يعني. وقف لك في زورك يعني، اشرب شوية مية. يا دولة أنا مهما شربت صغير، أنا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى إن أنا مخنوق. اللي اتغير قلبك أنت، أصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك 6 أيام. ليه دولة؟ نفس الوزن، عن نسيان 6 أيام، وعارف كمان مخصوم لك 10 أيام. لا على فكرة بقى، دي أنا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على أساس إنها قصيدة كهربائية يعني، أي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ أمي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها وأقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الأول مرات عمك ومع الأقدمية بقت أمك يعني ولا إيه؟ لا يا دولة، هي أمي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني أنا، سيبني.
سيبني انا بابا، سيبني بقول له. طب وايه المشكله يعني ما تتجوز وتسيبك؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هو هي اساسا كانت عايشه معاك؟ لا يا دولا، هي صورتها ما بتفرقش خيالي يا دولا، ما بتفرقش ذهنيتي. انا مش فاهم يعني، انت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولا، انا زعلان عشان هي هتبيع البهيمه سونيا. البهيمه سونيا؟ يعني امك اسمها رمزيه والبهيمه بتاعتكوا اسمها سونيا، ده ايه التفرقه دي يا دولا؟ البهيمه سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني وكانت دايما بتحميني بلسانها. الجاموسه بتحميك بلسانها؟ ده ايه النظافه اللي انت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك؟ طب دي حاجه كويسه قوي. على كده بقى انت ليك اخوات في الرضاعه يا رمزي؟ يا دولا، انا كل البهايم اللي في البلد اخواتي في الرضاعه. بس على كده هتبقى مشكله كبيره قوي انك مش هتعرف تتجوز اي حد من البلد، كلهم اخواتك في الرضاعه. اقول لك، بص، ممكن تتجوز من اي بلد تاني او سوق التلات، يالا مليان بهايم كده. يا دولا، وانا عندي دماغ بقى اقعد افكر في الجواز والكلام ده، الدنيا تلاقي. والله يا صراحه يعني يا رمزي، انا عمري ما هلاقي زيك يعني. وامك هتتجوز مين بقى؟ ابو سونيا؟ لا يا دولا، ابو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقيه. امي هتتجوز الواد جليطه. طب وانت زعلان انها تتجوز؟ ما سيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها او تفرح بشبيتها. طب يا دولا، انا دلوقتي اعمل ايه طيب؟ تعمل ايه؟ بص يا سيدي، روح هات لنا بقى اتنين كشري. حاضر. دولا حبيبي، بقول لك ايه يا دولا يا ابن عمي يا حبيبي، انا دلوقتي عايز يعني اجيب البهيمه سونيا، اقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان ارجع انام في حضنها تاني واشعر بالحنان من تاني يا دولا. عارف هذا رمزي، لو جبت الجاموسه دي بس من قدام باب البازار، عارف هعمل ايه؟ مش هتقدر تمد ايدك عليها طول ما انا عايش يا عادل يا سعيد. تعلي صوتك عليا يا واد، انا اقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده انا ممكن ابلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دولا الاول، لا يا دولا. ولا خلاص، انا كنت بهزر. يالا يا رمزي، يا دولا يا دولا، يالا بتوع الكلاب مالهم ومال الجواميس؟ يالا يا دولا، ولا يا دولا، يالا بهزر. ولا 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 يا دولا. علينا. ايوه ياما، والحق لازم يرجع لصاحبه. ايوه الحق، والحق حبيب الله. حقكوا عليا انتوا الاثنين، خلصونا. هتعملوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ شوف يا رمزي، انا لازم ابيع سونيا دي علشان انا لازم اشوف مستقبلي. ايوه ياما، ما انا عارف يعني ان انت لسه في براعيم الشباب، لكن برضك يعني ما تنسيش ان سونيا دي ياما شالتك، يعني ياما كنست لك الدار وياما زغطت لك البط وياما حطت لك كمادات لما كنت بتسخني. ده ايه الجاموسه العجيبه دي؟ انتوا جايبينها من السيرك ولا ايه؟ ايوه، امها كانت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي، بس اهو لو جالك الطوفان حط سونيا تحت رجليك. ياما بص اسمعي بقى، انت لو رميت سونيا دي انا هاجي اولع في محصول الزباله اللي انت زرعاه. انتوا زارعين زباله؟ ما شاء الله. زارعين ايه بقى؟ صفايح فاضيه مثلا وازايز زيت فاضيه؟ اسكت انت يا دولا بدات. بص والله العظيم لساني طولك بلفظ نابي. لا انا اسف يا استاذ رمزي، اتفضل اخلص عشان امك موجوده. اخلص. يعني انت اللي مزعله حكايه البهيمه سونيا؟ ايوه ياما، بص بقى يعني، ما هو بصراحه يعني ما يرضيش ربنا احنا نرمي سونيا بعد العمر ده كله، وبعدين احنا لازما يعني احافظ عليها لانها بمثانه امي. مثانه امك؟ هو اكيد تحال ابوك بقى. بص يا دولا والله العظيم لو مسكت، بص ايدي هتطولك بالشلوط. ايدك بالشلوط؟ على اساس ان انت ماشي باربع رجلين؟ اتفضل، انا اسف اسف. طب انت ايه رايك يا رمزيزي؟ هاي رمزيز التاني. يلا، يعني رأيك ان احنا ناخد البهيمة سونيا ونحطها مع البهيمة ميمي والبهيمة فيفي في الزريبة بتاعت جليطة؟ اسفا متأسففا يا اما، مش موافق الا اذا هي اللي طلبت كده. وهي هتطلب كده ازاي يعني؟ هتفتح عليها الزريبة تلاقيها محضرة الشنطة بتاعتها؟ انا عارفة ان هي مش هترضى الا لما تقنعها انت. خلاص يا اما، ما تزعليش نفسك، من العين دي قبل العين دي، انا هكلمها في الموضوع. اثبت بقى، ما تغلبنيش، هربط لك دين بس. انت ايه؟ انا مش بني ولا رمز. سيبه. انت يالا يا رمزي يعني وانت صغير كنت بني ادم زينا كده يالا؟ مش فاكر يا دولا، لان كنت وانا صغير كنت ساعتها صغير فمش فاكر حاجه. يا سلام، وانت صغير كنت صغير يعني مثلا ما كانش فيه بوادر زهور مثلا، حوافر، فروه، ديل؟ كان في ديل يا دولا على فكره. كان في ديل وانا صغير؟ كان في ديل، بس ديل زغنطت زي بتاع المعزه كده، مش ديل كبير اللي هو بتاع الجاموسه. لا، وبعدين الحمد لله بقى خالته ام لبيبه شالتهولي بقى وانا صغير، والحمد لله ما طلعش لغايه دلوقتي. كده بقى شكوكي في محله. شكوكي ايه يا دولا؟ اسمه شكوكو، وبعدين ما كانش عنده محل يا دولا. يلا تهبل يلا، مش فاهم حاجه يا عم. مش اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا معلمين البازارات كلها. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا.
انا ولا رمز ولا رمز بسرعه روح على الكراسي يلا. لا انا بحب اقف ادول. اه مش هتقعد يعني؟ اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ احنا جايين نشرب. امال ايه جايين تاكلوا ولا ايه؟ لا احنا جايين لك في كلمتين وبس. ده تعمل لي فيها فؤاد المهندس الله يرحمه. عموما تقول كلمتين تقول ثلاثة تقول عشرة ان شاء الله تقول الكلام كله براحتك. لا يا دولة ايه يعني هو لما يقول الكلام كله احنا بقى هنقول ايه؟ ما يسيب لنا كلمتين نمشي بيهم كده اهو. ولا انت متأكد ان ام لبيبة شالت الديل كله؟ بص يا عادل احنا قررنا نعمل رابطة بازارات. رابطة بازارات وجايين لي طبعا اكيد يعني عشان عايزين تنتخبوا رئيس الرابطة صح؟ مفيش غير المعلم تيتي هو اللي مرشح نفسه وبس. المعلم تيتي؟ معلم تيتي ايه؟ معلم تيتي ده ساقط ابتدائية انما انا بقى ساقط دبلوم. خلاص رشح نفسك للمنصب وميبقاش في المنصب غيرك انت وهو وبس. عموما تيتي ده لو دخل قدامي في المنصب هنسرعه. دول هسيبهولي انا بقى وانا همسحهولك وانا بمسح البازار امبارح الصبح. عموما الانتخابات مفتوحه واللي هيقدم فيكوا افضل خدمات لاصحاب البازارات يبقى هو اولى بالمنصب. وفي مرتب ثابت لرئيس الرابطه 1000 جنيه مصري فقط لا غير لرئيس الرابطه. طب وانا بقى رئيس سكرتير الرابطه ملوش اي حاجه؟ 1000 جنيه فقط مصري لا غير لرئيس الرابطه وبس. عموما انا مش هممني موضوع الفلوس خالص لان احنا رجال اقوال وليس رجال افعال. ايوه وبعدين احنا ما بنفكرش غير في نفسنا وبس. على خير الله يبقى معادنا بعد بكره على القهوه عشان الانتخابات. ماشي عارف اتحضر ايه تفات؟ ايه دوله؟ قول دوله 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 حلاوته مش معقوله. دوله 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 يا جماعة يا جماعة الموقف حرج جدا وصعب جدا. أنا دلوقتي حاسس والله أعلم إن أنا مستهدف فلازم تقفوا جنبي يا أخوانا. فهمناك يا بيبي يعني أنت بتدور على الاستقرار الداخلي. بالظبط بالظبط يا رانيا أنت فهمتيني فعلا الاستقرار الداخلي. يعني مثلا التاريخ بيعيد نفسه يعني عندكوا الزميل غاندي إيه سر نجاحه تفتكروا؟ عارفين إيه سر نجاحه؟ يا دول حب الناس ليه. انا عايزه اقول لك يا بيبي ان احنا قلبا وقالبا معاك وبنتمنى لك معركه انتخابيه موفقه. عادل جود 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 فيري جود لك. عادل دعيالك يا حبيبي من قلبي دعيالك. وان شاء الله الانتخابات اللي انت داخل فيها يا سي عادل دي واخد رمز ايه؟ انا ما رمز مش رمزي رمز شيء خالص يا حمار. انا واخد رمز المقشه ان شاء الله لان بالرمز ده اقدر اي استطيع ان انا انزل واكنس كل المتسابقين اللي قدامه وتيتي بس اكنسه اكنسه. حط مقشه على مقشه دول حبيبي دخل العشه. حط مقشه على مقشه. السلام عليكم. فليكن معلوما للجميع انني لا ارغب في المناصب. ما بيهمنيش المناصب لكن نمن طالما انتوا شايفين كده ماشي ولا غلط؟ غلط. ايه ده يا عم اللي جاي بيتنك علينا ده؟ يعني ايه اللي مش همه المناصب؟ ولا بيتنك على المناصب ومش ليه يعني؟ من فضلك من فضلك ليه بتقطعني في خطبتي؟ انت مش هتاخد الكلمه بعدي؟ ماشي هاخد الكلمه بعدك بس هاخد ان شاء الله المنصب ده قبلك. ان شاء الله يا دول اسيبه بقى يقول الكلمتين اللي عنده عشان ما يقعوش منه ونقعد ندور بقى عليه. قول 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 قول. يا جماعه يا جماعه كل واحد يقف في طابوره ويتكلم ويقول الكلمتين اللي عنده وبس وبس. انه في الحقيقه انا ما عنديش خطه لكن بعون الله هنفذ لكم كل اللي انتوا عايزينه. يعني انت مفيش في دماغك حاجه خالص؟ حاليا مفيش. يعني هتقول ايه دلوقتي؟ اذ ربما انه في هذا الموضوع مفيش. الكلام اللي احنا سمعناه ده وبس بس مفيش. حاسس بقى ان هو مفيش. استاذ عادل ممكن تقول لنا خطتك وانجازاتك؟ اتفضل. فسح فسح. سلام عليكم. وعليكم السلام. دولا 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 تيتي خدنا صابونا جابوا الهرم جنب بيتنا. عادل دولا رئيس ربطتنا. شكرا شكرا للهتاف الجماعي. شكرا. انني ايها الاخوه التقيت بكم دلوقتي حالا لكي اقول لكم حاجه واحده. إن هذا أيوة شيلهم دول. إن هذا اليوم يوم مهم جدا لكل أصحاب البازارات ولو أنا منافس بالنسبة لهذا التيتي فإنني بكل تواضع أقول لكم
من هذا المنصب انه ليس قدي، لانني سوف انتصر عليه، وشكرا ولسه قاعدين مع بعض يعني. بقول لك يا استاذ زول، عدم مؤاخذه يعني، انت شغلت لي القهوه وعملت لي مؤتمر صحفي، والناس ديت ولا واحد فيهم ضرب اي مشروب يا استاذ. لا لا يا بدو، انت كده سايح له ولا ايه؟ اتكل على الله، روح هات واحد شاي قسمه على ست كوبات. يلا، واحد شاي على ست كوبات. طلب اي حاجه ثانيه حاسب عليها. ها، عناية. يلا يلا. ابو الكرم ابو الكرم، عادل افندي قلب الهرم. شكرا للهتاف الجماعي. عدوا يا رمزي، عدوا عدوا. ايها الاخوه والاخوات، سيداتي سادتي انستي، ايها الاخوه والاخوات. استاذ عادل، ممكن تقول لنا حته من انجازاتك وحته من مشروعاتك؟ استوقفك استوقفك يا برداوي. لا مش هوقفك، لا استوقفك، يعني انها ليست انجازاتي بل انجازاتنا، انها ليست مصروفاتي بل مصروفاتنا، انها ليست، ها، وهكذا ايها الاخوه. انني لا افعل عمل فردي ولكن عمل جماعي. انت ايه اللي موقفك هنا على المنصه؟ اسف، ايه اللي موقفك على المنصه؟ ولهذا ايها الاخوه، نحن كاصحاب بازارات نعاني من أشياء كتيرة جدا. يعني مثلا بالنسبة لأصحاب محلات الكشري، أتتذكرون ماذا حصل العام الماضي في فبراير سنة 1999، مش يعني من فترة، أتتذكرون الحدث المؤسف الذي حدث لأحد السواح لما عندما كان ماشي في الشارع وبعدين راح هو اتزحلق في كيس بلاستيك كده هون، وكان هذا حادث مؤسف بسبب ايه؟ بسبب كيس كشري مرمي على الارض لونه شفاف فلم يراه. فاكر يا لا؟ اتذكر اتذكر دول، ده انا اللي حادف الكيس ده ساعتها. ولهذا ايها الاخوه، مش عايزين الكشري في كيس دول يا افندي، في الاوتوبيس. شكرا للهتاف الجماعي، شكرا يا حضره يا رمز. ايه الموضوع ده؟ والله بصوا، انا يعني لازم اجتمع مع اصحاب بتوع اللي هم محلات الكشري واطلب منهم ان تكون الاكياس ملونه حتى لا يتزحلق عليها اي سائح، ولذلك لا نضرب السياحه في مصر. يا سلام يا سلام على الكلام اللي كله دقه وحكمه. دولا دولا هب وبان، عبى الكشري في كيس الوان. شكرا شكرا شكرا. ثانيا وثانيا اهم من اولا، محلات عصير القصب التي تجاور بطبيعه الحال محلات الكشري كنوع من انواع الحلو بعد الشطه والحراق الذي يبقى في البق، فان هذه المحلات تتسبب الينا بمشاكل كثيره جدا، منها مثلا ان بتضر علينا بعضا من الناموس والهاموش وبعضا من الحشرات الطائره والحشرات الزاحفه مثل الصرصار وهكذا، فان هذه النوعيه المختلفه من الحشرات مضره لنا. ودي هتعمل لها اكياس الوان برضو؟ لا، اكياس الوان ايه، انا عايز بس استعين ببيت من ابيات الشعر لصديقي الشاعر، بيقول انما الامم الاخلاق ما بقيت فان اخلاقهم ذهبوا، ولذلك فان على اصحاب محلات عصير القصب لابد انهم يرشوا مبيدات حشريه للقضاء على هذه الحشرات، وده مطلب من المطالب الذي اطلبه لكم بنيابه عنكم. رص القصب وارمي القش يا دولا، عمره ما يوعد فش. فعلا الهاموش ده قارفنا كلنا. انا كنت فاكر ان هو قارفني انا وبس. دلوقتي يا جماعه، في بقى نقطه مهمه جدا، ثالثا، ودي اهم من ثانيا ومن اولا. ثالثا يا جماعه، عايزين نوحد اسعار التماثيل. ما ينفعش يبقى التمثال عند حضرتك مثلا 8-10 جنيه ويبقى عند حضرتك 8-15 جنيه، لان هذا قد يسبب مشاكل بيننا وبين بعضين. الله، احلى كلام، كلام مظبوط، ورزقي ورزقك على الله وبس وبس. اطفي 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 النور، عادل دولا مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دولا مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل دولا مش مغرور. اطفي 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 النور، عادل. مبروك يا عادل على المنصب الجديد بتاعك.
الله يبارك فيك. انا صراحه يا جماعه يعني مش شغلني المنصب الجديد ومش مفرحني قد ما هززني وموترني المسؤوليات الضخمه اللي هتبقى على كتافي ان شاء الله. مسؤوليات ايه اللي في البازارات دي؟ مسؤوليات ايه اللي على اللي انت بتقول هترضع التماثيل يعني؟ انت ايش فاهمك؟ انت جهله. مدرستي ايه بس؟ مدرستي ايه؟ عادل عملت لي الكروت. والله يا ماما انا وصيت على الكروت ان شاء الله، وبعدين هيكتب في الكروت المستشاره الاعلاميه للسيد رئيس رابطه البازارات، بس مش هكتب اسمك بقى، يعني هكتب ام عادل عشان ما حدش يعرف ان انت انعام ويقعدوا ينادوني يقولوا لي يا ابني انعام. طب وانا همسك حاجه في الرابطات دي بقى؟ طبعا يا حماتي، يعني انت هتبقي مسؤوله العلاقات الخارجيه، اي مؤتمر تطلعي تضربي لك جملتين انجليزي ترويش الناس. وانا بقى هبقى مسؤوله النت في الرابط، وممكن نعمل ايميل علشان نعرف اراء الاخرين. ايه اراء الاخرين؟ ما حدش هيقول اي راي، الراي اللي انا بقوله هو اللي هيمشي على الكل. وانا طبعا المستشاره الاولى والاخيره بتاعتك. طبعا طبعا يا رانيا، يعني انت هتكوني معايا في كل اللقاءات، بنتصور مثلا في المجلات في افتتاح دوره رمضانيه مثلا ولا حاجه، تبقي سيده الرابطه الاولى يعني. دي انسب وظيفه ليا. طب يلا يا جماعه خشوا بسرعه. إيه؟ خشوا بسرعه، الناس التجار اللي جايين عشان ابهدلهم جم اهم. يلا تطلع على الله. بازارات تطلع على الله رابطه. يلا بص اسمعني هقول لك ايه. دولا حبيبي لا يعلى عليه، انتخبوا دولا. يلا ما انتخبوني خلاص. يلا خش خش. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا معلم؟ اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم، منورين والله. دي يعني بقى حاجه بسيطه عشان نجاحك في الانتخابات. في علب خالي مكرونه وفي علب خالي بصل حسب مزاجك في البيت. ومفيش بقى علب خالي دقه عشان الحموضه؟ نوصل بيه، بس المهم رضاك علينا وجايبهم لك في علب مش في اكياس. القصب ده لزوم الحلو، لسه فيه اربع كوكتيل جايين في السكه. والله يا معلم يعني كتير كده يا اخوانا، يعني بجد مش عارف اودي جمايلكم فين. وانت ايه اللي لابسه ده يالا؟ ايه رايك يا دولا بقى؟ انا قلت يعني اظبط نفسي لبس كده هون يعني علشان اتماشى مع الوضع اللي انت فيه. ماشي كده عشان هنقعد نشتغل. يلا يا جماعه سقف. يا جماعه انا كرئيس رابطه البازارات عايزين ننهض بهذه الصناعه لسبب بسيط جدا، ان المشاكل الكتيره قوي اللي بتحصل لنا من خلال اصحاب محلات الكشري ومن خلال اصحاب محلات عصير القصب، من خلال الاكياس ومن خلال الاكياس اللي حضرتك بتتسبب فيها يعني، والمصاصه بتاعه القصب دي بتعمل لنا مشاكل كتيره جدا، واحنا بقى مش هنسكت. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، الاكياس الملونه اغلى من الاكياس العاديه. ايوه يا عم الحاج، بس الاكياس الملونه دي بتبقى شكلها حلو قوي، وبعدين بتفكرني بقى ببلالين العيد. في زبون للعلب وزبون للاكياس، انتوا كده هتخسرونا زبون الاكياس. يا اخوانا يا اخوانا، السياحه خير للبلد كلها، يعني مش اشكال الزبون بتاع الاكياس ما دام الزبون بتاع العلب موجود. مبيدات ايه دي اللي انت عايزنا نجيبها عشان خاطر الناموس؟ انت عارف المبيدات دي تتكلف كام؟ حالا اقول لك المبيدات دي هتتكلف كام. ثانيه واحده. ايوه لو سمحت يا انسه رانيا، شوفي لي الملف بتاع المبيدات. والملف يا دولا بتاع الاكياس الكشري هتلاقيه تحت السرير. والملف بتاع الاكياس الكشري هتلاقيه تحت السرير، الملف بتاع المبيدات هتلاقيه مرسوم عليه دبانه. بسرعه لو سمحت. يا استاذ عادل، احنا جايين راضيين، مش عايزين مشاكل. بص حضرتك، الصح هيتعمل حتى لو بمشاكل. اتفضل يا فندم الملفات. شكرا يا انسه رانيا. انتوا عملتوا غدا؟ لا لسه ما عملناش. طب ما تعملوش غدا عشان هنضرب كشري وهنحل بقصب. ها؟ اي خدمه ثانيه يا فندم؟ شكرا يا انسه رانيا. حضرتك بالنسبة للمبيدات الحشرية يعني أنا متهالي إنها مش هتتكلف زيادة عن 2000 جنيه. 2000 إيه؟ بكسب كام أنا عشان أدفع 2000 جنيه عشان أجيب مبيدات للناموس؟ بص بص بص، ما ينفعش. هتجيب يعني هتجيب؟ أنا بقول لك أهو يا معلم زعزوعة، لا إما بقى بصفة رئيس رابطة البازارات
هرفع عليك قضية. ليه كده؟ الطيب أحسن. أنا ما أعرفش طيب، وأنت بالذات. أنا بقول لك يا معلم أبو جيب أهو، لازم تجيب أكياس الكشري تكون ملونة. أكياس ملونة إيه؟ أنت عايز تضحك عليا أصحاب محلات الكشري؟ هو كده، لإما اللي هيبقى بيني وبينكوا المحاكم والقضاء والنيابة والشرطة والبوليس وأمناء الشرطة والعساكر اللي بيقفوا في الإشارات. كده وأكتر من كده. كده يلا بينا يا معلم زعزوع. يلا يا معلم أبو جيب. مع السلامة يا معلمين. مع السلامة. أبو جيب وزعزوع مش مكسوفين؟ هم ما فعلته البلدية في محلات الكشري وعصير القصب من قفل وغلق وقطع عيش وقطع أرزاق، وذلك لكي ندعم رابطة البازارات اللي هي أنا مديرها ورئيسها. أيوة بس ده كتير قوي يا عادل، وكله إلا العيش. مش عايزين نعادي حد يا عادل. إيه ده؟ يعني إيه؟ أنتوا بالذات ما تتكلموش، أنت بالذات يا تحتفظ لأنك أنت خاين. أنا خاين؟ صح. نعم خاين. هل نسيت؟ أتتفتكر؟ أتتفتكر؟ ساعة عندما لما بعت التمثال بتاع الزوجة التانية بعشرون جنيها ونحن قد اتفقنا على أنه يكون بخمسة وعشرون جنيها. لا لا لا، احنا الظاهر اتسرعنا في انتخابك رئيس الرابطة. هذا ليس بمزاجك، هذا ليس بمزاجك. لقد قدامكم دلوقتي حاليا سنة ونص عشان تنتخبوا بديل، لكن حاليا ما حدش يقدر يقول لي تسرعنا. يعني لو ما سمعناش كلامك تستقيل؟ ها ها، الحق الحق، بيقول لي تستقيل. لن استقيل، هذا بعينك، لان انا عندي ملفات. الملفات اللي معايا دي ضدكوا، انا ملفات نظيفه. انت يا استاذ ها فاكر ان انا مش عارف ونايم على اذني؟ لا انا عارف كويس قوي انك انت بتسرق الكهرباء من عمود الكهرباء اللي قدام البازار. وانت يا استاذ ان انت متهرب من الضرائب ومصلحتك اولا واستاذ شومان. وانت يا استاذ إنك من سارقي صناديق الزبالة أم عجل، عشان بتعمل إيه؟ بتأجرها يا أستاذ في الموالد بربع جنيه للأطفال والعيال. أنا زي الفل ولا غلط؟ إيه إيه هو ده؟ أنت هتهددنا ولا إيه؟ أنا ما بهددش حد. لو أي حد فيكم فكر إن هو يهددني في منصبي وفي مستقبلي. السلطة بقت رغبة عدوانية يا بيبي، وده هيخلي الناس تكرهك ومش ينتخبوك المرة الجاي. حبيبتي بعد ما يشوفوا إن شاء الله بقى إنجازاتي أكيد هينتخبوني. هينتخبوني مالك؟ بقيت عامل زي العيل الصغير لما صدق مسك لعبة ماسك فيها ومش عايز يسيبها كده ليه؟ أنا حر ماسك في اللعبة ومش عايز أسيبها، عايز حاجة؟ لا يا عادل، أنت عمرك ما كنت كده وعمرك ما أذيت حد. الله الغني عن الحاجة اللي تخليك وحش قوي كده. وبعدين يا عادل، المنصب اللي انت عاوزه ده لازم يكون هو اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج له. منصب هو محتاج لك ومحتاج، يعني اساسا انتوا فاهمين؟ انا فاهم انا بعمل ايه. ايوه انت عادل سعيد؟ ايوه انا عادل سعيد. خير؟ انا مرات المعلم ابو جبه. وانا مراته التانية. وانا بقى مرات المعلم زعزوع. قوي قوي. تحت امركم. خير؟ احنا عايزين ناخد حق جوازنا. بيضربوني يا رمزي عشان انا رئيس الرابطه. يا خبر ابيض، بقى شويه ستات يا دول يضربوك. اخس اخس على المرجليه اخس. ما هو انا ما كنتش قصدي يعني ان هم يضربوني، بس هم ضربوني على غفله وعلى سهوه من غير ما انا اقصد. عارف انا لو كنت اعرف ان هم دول اللي جايين يضربوني، عارف كنت عملت ايه؟ كنت عملت ايه يا دول؟ ما كنتش فتحت لهم من اصل يعني. بس هم مين اللي اداهم العنوان؟ انا يا دولة. خاين خاين، كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى الحمار. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. مين بقى رئيس الرابطة البزرية؟ على حسب يعني. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انت بقى عادل سعيد؟ لا عادل سعيد ايه، وانا ده شكل عادل سعيد؟ هو عادل سعيد مش انت؟ لا عادل سعيد. ايوه انا سعد بقى عادل سعيد. وانا بقى مرات المسلاوي. وانا بقى يا عنيا مرات تحتفظ. وانا بقى يا حبيبي مرات البرداوي. ايوه طب ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. انت يا مفتاري تحبس رجالتي؟ انا لا.
الواحد اول مره يشوف جرس. افتحي يا رانيا يا حبيبتي، ده مش بيضرب الجرس ده هيموته. يا ماما مفيش حد غيري قاعد يفتح الباب. معلش يا حبيبتي يلا بقى، شوفي مين ده هيدغدغ البتاع. افتحي. صباح الخير. مش جابت انعام بنت عم خالي؟ مين ام الخير؟ ازيك؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي. ده احنا زرنا النبي. وحشتيني. ازيك يا دناي؟ وحشاني ياك. انت وحشاني خالص. اهلا اهلا يا ام الخير. ازيك يا دناي؟ لويت يا بنتي وبضيتي كده بقيتي حلوه. صدقي وتمني بيه. ايه؟ انا قلبي كان حاسس ان انت اللي على الباب. حسيتي من اول ما جيت من البلد؟ لا، من اول ما حرقتي الجرس. اتفضلي يا حبيبتي البيت بيتك. اهلا وسهلا. اتفضلي خليكي يا اختي. اهلا وسهلا. قصي ولادي الحلال دلوني على دكتور كويس هنا في مصر عشان يعالجني يا اختي من لباجو. قوم قالوا لي تعالي بكره. الف سلامه عليكي يا حبيبتي، ان شاء الله العدوين. الله يسلمك يا دناي. مين دول؟ دي رانيا مرات عادل ابني. ودي نجلاء اختها. ودي بقى حمات ابني امها. ربنا يزيد ويبارك. بونجور، كومون فاتو؟ ازيك يا طنط. بقولك ايه يا حبيبتي، القعده بلديون خالص وريحتها وحشه قوي. تعالي نخش. جو مكسكوز يا طنط. رانيا خدي بالك عشان دي ممكن تهبرك. ها بلديون. يا بتقولي ايه؟ هتجيب لي حاجه حلوه؟ سيبك منها دي مجنونه. اهلا يا طنط يا مامت الخير. انت بقى تبقي مرات عادل. ايوان انا مرات عادل. ومكتفه الواد عادل بكام عيل؟ اكتفه ليه يا طنط؟ حضرتك احنا في عصر الحريات، انا مش محتاجه اكتفه. الحمد لله احنا عندنا ياسمين بس. ربنا يخليها لكم. بس انت جديد تبقي في خطر. في خطر ليه؟ مش فاهمه. أنا حفهمك وهو كله بثوابه. والله فيك الخير يا أم الخير. ما هو الست لازم تكتف جوزي وإلا يبص بري. أنا بقى مكتفة جوزي بتسعة. تسعة؟ ده أنت كده مشحتاه مش مكتفاه. ما أنا لازم أجيب له العيال. عيال؟ ده أنت جايبه له الكفة يا أختي مش جايبه له العيال. يا طنط مامة الخير، الراجل في الريف غير في المدينة. كلهم عجينة واحدة. يعني إيه؟ يعني يا حبيبتي لازم تشدي حيلك وتجيبي له الولد والا يجيبه من بره. هيجيبه من بره يعني هيستورده يعني؟ لا، هيتجوز. كل الرجاله بتعمل كده. نو واي، انا عادل جوزي راجل متحضر ومثقف مش ممكن يعمل كده. لا، ابني راجل ولا كل الرجاله؟ تاخذنيش يا عين عام، انا لازم اوعيه. احنا برضو عندنا ولاي. انا واثقه في عادل. قال لي يا مأمنة للرجال، كملي انت يا اختي الباقي. انا ملاحظه ان ام الخير جايه ما شاء الله وفي وشها الخير كله. بصي يا دناي، انا هقول لك وافهمك. الراجل من دول بيبقى فيه علامات وعمارات تعرفي منه اذا كان اتجوز عليكي ولا بيفكر. علامات بقى ان شاء الله. انا اقول لك، يبقى مش طايق البيت وخصوصا مرته، ومش طايق الوكل وخصوصا اللحم، ومش طايق التلفزيون وخصوصا القناة الأسرة. وبعدين يكلم بقى على ليه؟ على التوفير عشان يصرف على بيته التاني بحجة بلاش إسراف. لا لا اطمني يا طنط، عادل جوزي مش كده خالص. اللي انا ملاحظاه ان ام الخير جايه تهدي النفوس يا ماما. جرايه يا ست انت، ده عادل ابني ملاك وانت عارفه كده. عارفه مش راجل يبقى مالوش امان زيهم. يا اختي انا قايمه اعمل الفطار. ده انت هتولعيها. روحي يا دنا يا روحي، واني هفضل جنب راني باين عليها غير. هو حضرتك يعني ده اساسا ب 20 جنيه بس عشان خاطر عيون حضرتك هخلولك يا عم ب 35 جنيه بس. لا انا مش عاوز تخفيض ولا تعمل لي خاطر. انا ما برجعش في كلامي خلاص، يعني انا قلت 40 يعني 70. ايه يا عم انا هشتري تمثال اصلي. بص بقول لك بقى، انت هتقعد تضحك لي؟ التمثال ده ما فيش منه غير نسختين يا عم، نسخه هنا والتانيه في المتحف. طب بس بس بس، لا خليهولك انا هشتريه من المتحف ارخص. طب يلا يا عم الناصح، يلا مش عايزين نبيع. مش عايزين نبيع ولا نشتري ولا ولا ايه؟ ايه دول؟ ايه؟ بتمارس هوايتك في تطفيش الزباين انت يا رمزي. ايه دول بقى؟ انت مش شايف دول من الصبح يا عم؟ ده بقى مفتحين اول يومين دول يا دول. مفتحين ايه؟ اياد انت شغلنا الشال اياد. يا دول بقى ما هم عمالين يا عم يفصلوا على الفاضي والمليانه دول. وبعدين انت زي ما انت عارف يعني ان انا فاهم وواعي. انا عارف طبعا. منك لا يا رمزي، منك لا. انا مش عارف اعمل ايه بجد، يعني مش عارف اعمل ايه. المهم المعلم ابو جبل بعت طلبيه التماثيل اللي انا طلبتها منه ولا لسه؟ لا يا دولا، المعلم ابو جبل ما بعتش حاجه. ما بعتش حاجه لغايه دلوقتي؟ ايه اللي اخره؟
يا نهار ابيض، دي طلبيه العمر، ده انا دافع فيها كل ما املك فلوس كتيره جدا. يمكن يكون مات يا دولا. قوم يلا نقف في الواجب بقى وفي العزا. يلا قوم. نقف في الواجب ايه اللي هنقف فيه؟ انت تتمنى انه يموت؟ تتمنى تخرب بيت انت؟ طب هتعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ هكلمه. انا هفضل قلق نفسي ليه؟ الو. ايوه معلمه دبشه، ازيك؟ انا عادل سعيد. الله يسلمك. واخبارك ايه؟ واخبار ابنك صخره ايه؟ وبنتك رمله عامله ايه؟ سقطت في المدرسه؟ مش اشكال. المهم المعلم ابو جبل اخباره ايه؟ ايه؟ اتقبض عليه؟ والطلبيه اتصدرت؟ لا 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 لا، اتصدرت ايه؟ بقول لكم ايه؟ لازم تتصرفوا. هتتصرفي ازاي يعني؟ ما ايوه، ما انا ممكن. بصي انا مش هاسكت، ده انا ارميكي انت وابو جبل ورمله وصخره من فوق الجبل المقطع. انا بقول لك اهو، هتتصرفي ازاي؟ الو الو، رد يا دبشه بدل ما فشفشك. الو. ايه يا دوله؟ في ايه يا عم؟ وغوشتني. معلم ابو جبل يا سيدي طمع وحط تمثال اله الادمان عند قدماء الكولومبيين في وسط طلبيه التماثيل، وده محرم دوليا، اتقبض عليه. يا خبر ابيض يا دوله، مش التمثال ده وانا دوله اللي عينيه من تحت كده سودا ودايما سرحان وعصبي؟ يا انا بعت منه تمثالين قبل كده، بس انا ما بحبوش يا دوله التمثال ده. ما بتحبوش ليه؟ سرقك يعني عشان يصرف على ادمانه؟ لا يا دوله، قفشته بيلف ورق برضي. طب سيبك من اله الادمان، انا ممكن اجيب لك اله الرغي عند قدماء الرغايين، ده هايل، بينزل معاه قرصين اسبرين عشان اما تصدع، ايه رايك؟ الله عليك يا دوله يا حبيبي، الله، ربنا يخليك لي يا رب يا دوله. ولا انا مش ناقص غباوه، لا مش ناقص غباوه، كفايه اللي انا فيه. انا دافع فلوس كتيره جدا، دافع كل ما املك يا رمزي. طب انت عايز فلوس سلف مني يعني ولا حاجه؟ لا يا سيدي، شايلك لوقت عوزه. المهم بقى الجماعه اللي عندي في البيت مش عايزهم يعرفوا اي حاجه، لان انا وظيفتي كراجل البيت ما حاسسهمش باي مشاكل لغايه ما اشوف اتصرف ازاي. لا اوعى تقلق يا دوله، ولا يكون عندك اي خبر يا دوله، ما انت عارفني يعني، انا سر وبير. سر وبير. المهم يا رمزي، انا مش عايز اي حد يعرف اي حاجه لغايه ما اقف على رجلي واعرف اتصرف في المصيبه السوداء اللي انا فيها دي. عينيا يا دوله. طب يعني لا قدر الله يعني، وباذن الله وان شاء الله يا دوله بدون مقاطعه، لو فشلت يعني ان شاء الله اروح بقى اشوف لنا شغلانه كده في مصنع في 6 اكتوبر ان شاء الله. لو فشلت بتتمنى لي انت الفشل. و6 اكتوبر ايه يا فاشل اللي انت هتروح تشتغل فيها؟ انت تشتغل في 1 اكتوبر، في مايو، في يونيو، 6 اكتوبر. خلاص يا دوله، خلاص يا عم، والله مش هسيبك يا دوله، ما تقلقش يعني. طب دلوقتي لو دولا ان شاء الله قفل البازار يعني اروح ابيت فين انا؟ خرب بيت انت بتفكر يا انا بصوت عالي من غير ما انا اسمع. بس يا رمزي، بص انا مش ناقصك خالص، انا لازم بس، المهم دلوقتي في الفتره اللي جايه دي امسك ايدي شويه بقى. ليه يا دولا تمسك ايدك؟ ليه انت هتعدي الطريق؟ وانت يعني ما بتعدي الطريق بتمسك ايدك؟ ايوه طبعا يا دولا، ما على راي المثل يا دولا اتبع قواعد المرور. المثل بيقول اتبع قواعد ده المثل ده مين اللي قال؟ امك وقالت برضه جنبيه المثل بتاع ممنوع الاتجاه اليمين وممنوع الوقوف صف تاني. ايوه دولا، هي كانت بتقول الحاجات دي كلها دولا علشان كانت هي بتخاف عليا وانا معدي الطريق، اصل الجاموسه ولا حمار يخبطني ولا حاجه، وعلشان كمان اكدهون قالت لي بقى ابقى عدي خلي حد كبير يمسك ايدك يا رمزي عشان خايفه عليك من البهايم يعني. على رايك ممكن تكون جاموسه معديه مثلا كسر اشاره، ولا معزه عامله غرزه، ولا حمار بيامرك. فكرتيني يا دولا، انت عارف يا دولا انا مره صحيت من النوم على صوت خبطه جامده قوي قوي قوي، كانت بقى جاموسه خبطت حمار على الطريق وبقى والحمار اتقلب. حمار اتقلب. واللي قلب الحمار ده بقى صاحب الكنبه اللي قاعد عليها الحمار. كنبه ايه دي يا دولا؟ الكنبه اللي الحمار قاعد عليها بالجزمه. مالك يا حبيبي؟ مالك يا عادل؟ ما انت لسه كنت من شويه منشرج الاسارير. اسارير؟ بقول لك ايه، انا مش طايق اي حد يتكلم معايا كلام مهم ومجعلص كده. انا بقول لك اهو. طب بص يا بيبي، فضفض فضفض يا حبيبي، الفضفضه اللي هي المعتاده، فضفض يا حبيبي، هل هناك في حياتك اي مطبات انسانيه؟ مطبات ايه؟ انا قلت الواد رمزي ده لما يمشي خلاص الحياه هتزدهر، اتاري كل دي احلام واوهام. طب ما هو طبيعي يا بيبي، لان صخره الواقع دائما بتبقى ملهاش اي علاقه بامالك الانسانيه. امال ايه؟ فهمي حطم لي كل امالي. ايه ده؟ فهمي اخو رمزي جه اشتغل عندك خلاص؟ للاسف جه، ويا ريته ما جه، عامل لي فيها زكي البيت.
الله، طب ما دي حاجه تبسطك يا ابني ان هو يبقى ذكي. لا طبعا ما تبسطنيش، لانه بيتدخل في كل حاجه، وما تقوليش كذا وما تعمليش كذا وما تشتمنيش، عامل لي فيها انسان. عادل لو سمحت، اي انسان في الزمن ده من حقه يبقى انسان. بقول لك ايه، بطلي شغل حقوق الانسان ده، ما باكلش معايا، انا ديكتاتور العادل، ما ينفعش اي حد يتدخل في شغل، ما ينفعش اي حد يقول لي رايه والكلام ده، انا ديكتاتور مش بس في البيت، في البيت وفي البازار كمان. عادل حبك للسلطه ده هيجننك ان شاء الله، وفي يوم من الايام يا عادل يا سعيد هتصحى تلاقي نفسك لوحدك. انا العقل المدبر، ولازم اكبح طموح اللي اسمه فهم ده واكسر نفسه زي ما رمزي كان بيكسر لي التماثيل. مش عارف اعيش بعد ما عرفت ان انا غبي، اعمل اي حاجه ابوس ايدك يا دكتور. اي حاجه ازاي يعني؟ يعني شوف لي اي علاج مثلا ينمي الذكاء، عمليه تلغي الغباء. لا ما ينفعش في حالتك اي عمليه. امال هعمل ايه يا دكتور؟ الناس كلهم بيتعاملوا معايا ان انا غبي، انا خايف اتكلم مع الناس لا يعرفوا ان انا غبي يا دكتور. الحل الوحيد وعلاجك ان انت لا تتارجح، يعني خلاص تقتنع وتتكيف مع الوضع بانك غبي. اتكيف؟ اتكيف ماشي، انا ممكن اجيب تكييف في البيت واجيب تكييف في البازار، وممكن اغير العربيه اجيبها بتكييف حضرتك. مش هو ده التكييف اللي انا اقصده، انا اقصد تتكيف مع الوضع بانك غبي، يعني تفكر في كل حاجه كويس قبل ما تعملها، في الحاله دي تبقى بتفهم كويس. يعني محدش بعد كده ممكن يعدمني بالجزم ولا بالبلغ. ماشي ماشي يا دكتور، هعمل كده هتكيف مع الوضع. بس حضرتك ما قلتليش التكييف ده اجيبه كام حصان؟ غبي. يا ساتر يا رب، الدنيا حر نار نار. ولا ازازه ميه في الثلاجه؟ ايه شربت الميه كلها؟ ده حاجه غريبه والله. عندك حق والله يا انعام، انا خلاص مش طايقه نانا نفسي بقى من بتاع القرف اللي في ايدي دي اللي مطلعه لي ميه نار في وشاتي. يا سناء ما تخفي ايدك على الاستشوار شويه هتخربيه. ما انت بتستعمليه بالعشر ساعات وما حدش بيقولك اقفليه ولا بتريحيه ثانيه. اشمعني انا يعني؟ ولا عشان هو بتاعك هتذليه بيه؟ شوية. يا بنتي يا حبيبتي، هي مش قالت لك نص ساعة؟ لسه نص ساعة ما عدتش. سناء خدي حطي لي الشاحن ده في الموبايل. ها يا عم انت مش شايفني مشغولة؟ مش شايف ايديا مشغولة؟ ما تحطه لنفسك. ايه يا سناء؟ بقول لك حطي لي الشاحن في الكهرباء اللي فيها، عايزه يشحن شوية قبل ما انزل. بيبي امتى هترجع لنا البوتاجاز اللي بايظ بتاعنا وبيتصلح؟ انا بقالي اسبوع بستخدم بوتاجاز الكهرباء. وايه المشكلة؟ استعملي البوتاجاز بتاع الكهرباء، الكهرباء موجودة، هتروح فين يعني؟ يلا يا سناء حطي لي الشاحن بقى في الكهرباء يلا بسرعة. يا اخي ما تعرفناش معاك بقى، مش بقول لك ايدي مشغولة؟ وبعدين الشاحن بتاعك ده بيلمس، بقعد ساعة ماسكاه كده لغاية ما بيرضى يشحن الموبايل بتاعك. ماشي ماشي أنا هتصرف خلاص. طيب خلاص بقى يا جماعة أنا هتصرف، أنا أقول لخالتي نجلاء تقوم. أجل بس تعالي هنا. مش كفاية موقفاني في المطبخ بقالي ساعة بعمل لك عصير الفراولة؟ يعني محدش عايز يساعدني. ماشي أنا هتصرف. يو يو يا عادل مش هقولها بجد، مش معقول كده، ما أنت شايفنا كلنا مشغولينيين. الله هات يا عادل أحطه هنا سيبك منهم. لا يا ماما بلاش أنت عشان ما تتكهربيش يا ماما. يعني أنت كنت عايزني أنا أتكهرب؟ ما أنت لو اتكهربت مش خسارة يا ماما، ده مصر كلها تفرح يا ماما. أنا هحطه في الشاحن. يا رب تتكهرب يا عادل. انا مش قادر اصدق كل حاجه خسرناها في لحظه واحده. يا حبيبي مش عايزه اقول لك، ده كان عامل زي العدواني الثلاثي كهربائي في المنزل. لا عدوان ثلاثي ايه، هو ثنائي، الشاحن والموبايل هم اللي عملوا كده. لا يا بيبي لا، ده كل الادوات الكهربائيه في المنزل باظت، الغساله والثلاجه والمكوى والمروح. يعني انا ناقص مصايب ومصاريف مش عارف. انا عايزه اعرف احنا نعمل ايه دلوقتي بقى؟ والله ما عارف اعمل ايه، انا قدامي شهر على الاقل عشان يجي لي فلوس. ازاي الكلام ده؟ الله، طب واحنا هنغسل هدومنا ازاي والغساله بايظه؟ هنشرب ميه ازاي والثلاجه بايظه؟ هنشرب العصير المثلج بتاعي العظيم ازاي؟ وانا هجيب فلوس؟ كل اللي عملته في حياتي يضيع في شحنه موبايل.
يا دولا معلش، ما انا قلت لك يا دولا غير رقم تليفونك وانت اللي ما سمعتش كلام. غير رقم تليفوني؟ يا نهار اسوح يا ابني، يا ريتك كنت موجود ساعه الغساله ما ضربت، كانت شفطت مخك غسلته ورجعته لنا مثلا شبه نظيف ولا حاجه. يا ريت يا دولا، يا ريت. معلش يا حبيبي، معلش يا دولا. وبعدين ما ضاقت الا لما وسعت يا دولا. بص، وسع من قدامي عشان عايز اشم هوا. كفايه الاجهزه اللي ضاعت عندي، ده كل حاجه ضربت في بعض. يا دولا ابعد عني خالص. استاذ عادل ما تعترضش على قرارات ربنا، الله جاب الله خد الله عليه العوض. الله خد رمزي يعني معروفه طبعا. هعمل ايه؟ هعمل ايه طيب يعني؟ وبعدين يعني اتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ ده بقول لك كل الاجهزه اللي عندي ضربت، ما عنديش ولا جهاز واحد سليم. هعمل ايه؟ معيش فلوس. مشكلتك يا استاذ عادل ان انت بتتعامل معايا انا على ان انا قهوجي، بنزل قهوه وشاي بس. لا، ما انت بتنزل ينسون وبتنزل كوكتيل، حد قال لك حاجه؟ مش قصدي يا باشا، انا قصدي ان انا احب اريح الزبون، وياما بعون الله حليت مشاكل وعالجت زباين كتير قوي. يا دي حته انت لاقي تاكل اصلا علشان تسلفه فلوس يعني؟ يا ابني هو يجيب اجهزه ليه اصلا؟ امال اعمل ايه يعني يا فكيك؟ انا اقول لك يا باشا، بدل الثلاجه قول لي تيب، واخد بالك؟ بدل الغساله تشطيب، بدل البوتاجاز وابو ريب، بدل التلفزيون. اعمل ايه حلها دي؟ مش عارف يا باشا، عجز عقل عن التفكير في دي. دول انا عارف، على فكره انا عارف. قول يا خاربها. بدل التلفزيون تلفزيونين. على اساس من كل حاجه اتنين هو قال كده، فانت ولا اي زيطه جاي فيها، مش عايز اسمع صوتك خالص. وبعدين حتى لو انا نويت اجيب الحاجات دي اجيبها منين؟ ما حدش بيبيع الحاجات دي خلاص. يا باشا طلبك موجود، عيب. ده انا حته برضو المعلم ميمون الرجعي، وده تليفونه اهو وعنوانه كمان. ميمون الرجعي؟ مفيش ميمونين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ اهلا يا ابني، امرني تجدني. ايه ده، هي اسمها امرني تجدني؟ ده انا طول الوقت فاكرها غلط يعني ابجني تجدني. اكيد انت الصح يعني. الجيل الجديد افسد اللغة يا ابني. انا حزين حزين حزين. لا يعني حضرتك ما تبقاش حزين ولا حاجة، إن شاء الله ما فيش لغة فسدت ولا أي حاجة حصلت، كله تمام إن شاء الله. لا، أنا ما زلت ولا زلت وسأظل حزين حزين حزين. أنا مش عايزك تبقى حزين ولا حاجة يعني، إحنا بنتكلم مع بعضينا، ما فيش أي حاجة عم ميمون يعني. معلش يا ابني، مش عارف ليه قلبي انفتح لك. والله وانا كمان قلبي انفتح لك. بص بقى، عشان كده حضرتك انا محتاج منك ايه؟ محتاج قلتين على مقاشتين رز على طشتين على زيرين، يعني حضرتك كانك بتجهز الست والده والدك يعني. ايه ده، انت داخل على دنيا جديده، هتتجوز ولا ايه؟ هي صراحه مش جديده قوي. ايه، العروسه كانت متجوزه؟ لا حضرتك فهمتني غلط، انا اصلا الاجهزه اللي عندي الكهربائيه كلها ضربت ومعيش فلوس اجيب غيرها، ففكرت اجيب يعني شويه الاجهزه دي مؤقتا. كل شيء في الحياه مؤقت. لا مش كل شيء، يعني مثلا العربيه بتاعتي هي عندي بقالها فتره طويله جدا وما بفكرش اغيرها خالص. ممكن الظروف تخليك تضطر تبيعها. صح. طب ياسمين بنتي، وجودها عندي مش مؤقت، بنتي بقى. بنتك دلوقتي، لكن بعد شوية هتبقى بتاعت جوزها. صح. طيب أنا نفسي هو عندي على طول يعني، حضرتك يعني من زمان وعلى طول إن شاء الله. الإنسان نفسه في الحياة وجوده مؤقت. طب أعمل إيه يعني؟ بلاش أشتري الحاجة دي وأروح يعني ولا إيه؟ أنا كده كده حديلك اللي أنت عايزه، أنا بس بنا. الجهاز جبته اهو يا ماما، عايزين حاجة تاني؟ لا يا حبيبي. طيب الغدا جاهز يا رانيا. يا رانيا يا عادل يا عادل، اعمل ايه بس يا عادل؟ ما انا كنت بحاول اولع البابور، ما كانش عايز يولع. البابور مش عايز يولع ليه؟ انا مش جايب لك كل العدة بتاعت البابور؟ اعمل ايه؟ ما كنتش عارفة اسلك البابور، مش عارفة اسلكه عادي يعني. مش عارفة تسلكيه ازاي؟ ما انا مش جايب لكم ابر وابير يا جماعة. انا قلت لها يا رانيا اديله نفس من الكباس لغاية ما يطلع جاز، وحط بعد كده عود الكبريت هتلاقيه وهوج، لكن مراتك ما بتسمعش الكلام. يو يو يو، الفيونيا الفيونيا هي اللي عطلانانا بقى فهمي. فيونيا ايه اللي عطلانة ده يا جماعة؟ سهل جدا، موري الوابور وهاجي التاني وانتشي على طول. ماما هاتي الزهرة والبطاس من جنبك عشان مش قادرة اقوم، ركبي قفلت. حاضر حاضر، خدي مسكي. يا ابني يا ابني، ايه ده؟ ايه الجلخ اللي على لياقة قميصك دي؟ عمالة تعكيها من الصبح مش عايز تنضف. وانا اعمل ايه اكتر من كده؟ ما انا حاطط منديل على الياقة، واعمل ايه اكتر من كده؟ وايه ده؟ ايه ده؟ استنى اوريك. ايه ده؟ شراباتك دي
ريحتها زفره وعماله ادعك فيها من الصبح برضو مش عايزه تنضف. خلاص هبقى البس صندل. يلا يا رانيا رانيا حصلينا على اوضه النوم وجهزوا الاكل يا جماعه. جعان يا جماعه جعان. بابا خد صبر نفسك بالميه دي لحد ما الاكل يجهز. شكرا يا ياسمين يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه اللي في الميه ده؟ كنت هعمل ايه يعني؟ كان لازم احط الليمون عشان يسقع، حطيته في القله. شفت بقى مراتك الخايبه بوظت لنا القله الحيله. اوعي اوعي تقولي كده على بنوتي بعد كده يا اختي. يعني بصي انا بقول لك ايه، بنتي عمرها في حياتها ما بتبوظ حاجه، انتوا اللي بايظانين كلكم. ايه لا كارف لا كارف. بس خلاص بطلوا خناق بطلوا خناق. هتهدفوا بعض بالبقى وبعدين ها بالجاز وهحدف عليكم كلكم. خلاص رانيا حصلينا على الاوضه، مش نافع معاكم حاجه، حصلينا على الاوضه. النهارده تعبت قوي طول اليوم قاعد على رجلي في البازار. سلامتك يا بيبي، الف سلامه يا حبيبي. الله يسلمك. عارفه ما فيش حتى خمس دقايق الواحد ريح فيهم وقام وقف مثلا، على طول قاعد 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 كده. الدرجه دي تعبت يا بيبي؟ اه تعبت قوي النهارده. ايوه 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 على الرجل دي بقى كمان، والرجل التانيه الرجل التانيه كمان شويه. ايوه يا تسلم ايديكي يا رانيا تسلم ايديكي. انت لسه شفت حاجه؟ وريني وريني. ايوه الملح ده مهم قوي. ايوه احط شويه ملح كمان. استني كده. لا دلع شويه. يا ريت بقى شويه فلفل اسود، فلفل اسود كمان عشان ايه تعبان قوي قوي يعني. بس حلو كده حلو كده. بيبي انا عايزه اشتكي لك. ايه خير؟ حد ضايقك؟ مغلسين عليا، واخدين حاجتي، مش سايبين لي ولا ابره بابور واحد بس، والجاز بيشطبوا عليه اول باول. انا شاكه ان البت سناء بتشربه. شاكه؟ اكيد يا ماما بتشربه يا ماما، مش شايفاه مولعه ازاي؟ حتى لو تلاحظي وانت ماشيه من جنبيها كده تلاقي نفسها جاز كله. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا واعيه ونصحه ومشغله دماغي، ببعد كل عواد الكبريت عن بقها. ايوه مش ناقصين مصايب والنبي. بس بقول لك ايه بقى بيبي، والنبي والنبي يا حبيب قلبي، انا عايزه حاجتي الخاصه بيا انا، ادواتي الخاصه المنزليه، عشان اعرف احضر لك حاجتك واكلك وشربك قبل ما تيجي. السلام عليكم. ازيك يا عم راجحي؟ اهلا سيد عادل. ها ايه اخبار العده اللي اديتها لك؟ كويسه وميه ميه، بس انا عايز عده خاصه بقى للمدامه عشان الاشتباكات يعني. ماشي، بس قول لي ايه رايك بقى في الحياه دي من غير تقدم وصخب وضوضاء؟ والله تعبان شويه يا عم راجحي. يبقى ارجع كمان. ارجع فين؟ ده انا ما صدقت وصلت هنا ادب المشوار ده تاني. افهمني، كل ما ترجع بزمنك لورا كل ما تستريح اكتر. ايوه بس يعني ارجع بزمني ازاي؟ قول لي انت، يعني نستفيد منك؟ منك نستفيد؟ انت عايش كده نصك في الغساله ونصك في الطشت. ايوه بس اهم حاجه الياقه تنضف. عشان تنضف لازم توحد زمنك، كل ما تخليت عن تقدمك كل ما ترتاح اكتر. سيبك من البابور. سيبني من البابور؟ طب واكل ازاي؟ ارجع لعصر الفحم. الفحم فكره، وبرضو افض الاشتباكات على مين اللي عمر البابور. حمادي خلصي بقى، عايز اشرب شاي باللبن. خلاص انا زهقت، انا مش قادره انام خالص، دي غبيه وحناديه. ايه مش عايزه تجيبي نقطه لبن في البتاعه دي يا شيخه؟ اف انا هضربك. بلاش العنف مع الحيوانات يا حمادي. انا خلاص دراعي اتخد لحد يجي ياخد مني الرحايه دي شويه. انا يا سناء جايب الرحايه دي مخصوص عشان تهدك وتاثر لسانك شويه كده. انا خلصت الزبده، حد بقى يقلي البيض، وبعدين انا مش هعمل حاجه تاني، انا خلصت خلاص. حل بقى يا دوله بقى. ايه اللي حصل يا ده رمز؟ يا عم المعزة اللي انت جايبها لي دي في البازار يا دوله مجنناني خالص يا عم، ساعه جنبيها ومش عايزه تبيض. يا هبل استنى تبيض يا هبل. ايوه يا دول. ايوه يا دوله. ايه يا دي معزه صغيره يالا ما بتبيضش يالا. يا عم صغيره ايه يا عم، دي بتمقمق. طب ما انت بتنهق، معنى كده ان انت بتبيض؟ صح يا دوله. خلاص يا جماعه انا خلصت الطبيخ كله وخلصت الخروف واستوى. سيبيلي الجناحات بقى يا رانيا.
جناحاتي يا عبيط، ده خروف، هو الخروف عنده جناحات، هنسيب لك القوامص. رانيا انت مش خلصتي؟ تعالي خدي مني الرحاله دي، شويه دراعاتي وجعتني. يا قليله الادب بقى، مش معقول كده، مش عارفه تنقطي نقطه لبن واحده بس، حرام عليكي. ايه ايه ما فيكيش لبن؟ حماتي حماتي بالراحه عجدي شويه سايسي عشان انت اسمك رانيا، تعالي مكاني شويه. نيفر ايفر سوري، انا اتفقت معاكي ان انا هطبخه بس. تطبخي ايه انت؟ مصدقه انك عملتي حاجه للخروف ده؟ انت حطاه قدامك وما لمستهوش، انت قاعده بتتفرجي عليه. يا جماعه ما ينفعش، انا شامم كده ريحه خناق. خناق خناق طبعا، ما انت مدلع مراتك، لكن امك واختك مبهدلهم. يا ريت تسكتي بقى خالص وتحطي لسانك في بقاتك، ها، وخليكي في القربه المخموخه دي اللي انت ما اعرفش بتعملي بيها ايه، ورانيا في الخروف اللي بتطبخه، وانا في المزرعه مش بتجيب لبن، وست زناب في الحرانيه اللي هي بتطبخها دي. على فكره انا مش هسكت، وهمسك البتاعه دي وارميها فاضي. يا جماعه ما ينفعش، يا دخلوا مع بعض وانا واقف، وبعدين انا مش هسكت بقى ولازم اتصرف. واضح ان ايه العصر ده مش نافعكم، انا هتصرف.